يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ذكر أحوال الموتى من باب العظة والعبرة؟ لا، ما يجوز ذكر هذا، لأن هذا فيه اغتياب للأموات، فيه اغتياب للأموات، وفيه ترويع للناس، فلا داعي لهذه القصص وهذه الأمور التي تذكر عن الأموات. وجاء في الأثر: اذكروا محاسن موتاكم فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا. فالثناء على الأموات المسلمين يثنى على الأموات المسلمين، أما أنه يذكر ما فيه عذاب أو فيه، فهذا لا يجوز. نعم.